شكرا محمد شاهين، وبرحب بالزميل العزيز عمرو موسى. مشاهدينا الكرام، مشاهدي سي بي سي وبرنامج العالم في العالمين في كل مكان، لسه مستمرين مع حضراتكم من جوار التاج البحر الابيض المتوسط، مدينه العالمين الجديده، واللي لسه يعني بتشهد اكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الاوسط. الحقيقه ان العديد من الانشطه والفعاليات في هذا المهرجان في كل ركن من اركان مدينه العالمين. كل يوم في حاجه جديده في المهرجان، الفعاليات والانشطه مش مقتصره فقط على الاجنده اللي كانت موضوعه على يعني بداية المهرجان من أول يوم لآخر، لا يمكن بنلاقي كل يوم حاجات جديدة، كل يوم حاجات مختلفة، كل يوم حاجات بتجذب عدد كبير من الجمهور المصري والعربي إلى الإتيان إلى هذا المكان مهرجان العالمين واستمتاع بهذه الأنشطة والفعاليات. النهاردة زي ما قال الزملاء الأعزاء، مسابقة رالي موجودة في مدينة العالمين الجديدة على مسرح أو في منطقة اليو أرينا. الحقيقة حالة من البهجة، حالة من السرور بتسيطر على كل ركن من أركان هذا المكان. حالة كبيرة جدا، الناس مبسوطين غاية في السعادة من المهرجان اللي تم النهاردة طوال اليوم. الناس مبسوطين لمثل هذه الأحداث تكون موجودة داخل الدولة المصرية وفي مهرجان مدينة العالمين. هذا الحدث الكبير اللي يمكن قوبل به يعني حالة كبيرة من الإقبال الجماهير الكبير، خاصة من طلاب الجامعات المصرية اللي بتشارك بعدد كبير من المتسابقين ومن الطلاب. حالة من الفرح، حالة من السعادة مرسومة على وجوه الطلاب. يمكن مسابقة الرالي حاجة جميلة بتحصل في مدينة العالمين، ناس مبسوطة في أجواء من السعادة. يمكن ده الشق الخاص بمسابقة رالي للسيارات الموجود في هنا في منطقة اليو أرينا. لكن حابة أتكلم بقى عن الحدث الأضخم والأكبر اللي كان موجود النهاردة، هو افتتاح مهرجان نبتة للأطفال الخاص بالأطفال. هذا المهرجان الذي يعد الأول من نوعه في مهرجان العالمين السنة دي بإشراف الفنان المصري الكبير أحمد أمين، وبرئاسة أو بتحت إشراف أيضا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اللي بصراحة الحقيقة قايمة بدور كبير جدا من خلال عدد الفعاليات والأنشطة الخاصة بالأطفال. مهرجان نبتة واحد من هذه الفعاليات الخاصة بالأطفال، وبالمناسبة يعني نبتة هي إحدى الشركات المتخصصة في دعم وصناعة وتمويل البرامج الخاصة بالأطفال، سواء كانت عبر السينما أو المسرح أو المسابقات. كمان هو يعتبر نبتة يعتبر ملتقى بقى بيجمع صناع الأعمال الخاصة بالأطفال وبالأطفال نفسهم، بحيث أنهم يتلاقوا مع بعض وقد إيه إزاي يقدروا يستفيدوا مع بعض. حابب أقول أن مهرجان نبتة بيضم ثلاث ورش في غاية الروعة والجمال. الورشة الأولى هي ورشة الحكاية. إيه ورشة الحكاية؟ ورشة الحكاية بيشارك فيها عدد من الفنانين المصريين زي الفنانة القديرة سوسن بدر، واللي أتعلم بقى الأطفال إزاي يقدروا يمثلوا أو التمثيل بدون كلام أو التعبير تمثيل يعني بدون ما بدون كلام أو يعبروا بدون ما يتكلموا، بالإضافة إلى الفنان الكوميديان حاتم صلاح هيعلم بقى الأطفال إزاي طريقة التمثيل بمعنى في الارتجال، إزاي يرتجلوا في عملية التمثيل، بالإضافة إلى الكاتب أو القدير عبد الرحمن جاوش هيعلم الأطفال إزاي إنهم يبدأوا يكتبوا قصة. كمان في ورشة الستوب موشن، وهي عبارة عن صناعة الانيميشن، ويعلموا الاطفال يعني ايه صناعة انيميشن ويعني ايه تحريك ويعني ايه يعني كل هذه الامور الخاصة بصناعة الانيميشن. كمان هيبقى معانا او بيتخلى المهرجان نبتة ورشة اسمها ورشة الرائد الصغير. ورشة الرائد الصغير عبارة عن الناس الموجودة في المهرجان اتعلم الاطفال ازاي يقدروا انهم يعملوا بيزنس، يعملوا إدارة أعمال، يكونوا فكرة مشروع بشكل مبسط وسهل. كل ده بيجي في إطار إن القائمين على المهرجان خاصة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت حرصة كل حرص على الاهتمام بالأطفال وتنمية الفكر لدى الأطفال وتعزيز الثقافة. يمكن ده بيجي في إطار الدور حتى يعني اهتمام وزارة الثقافة المصرية واهتمام الشركة المتحدة للخدمات الوطنية بدور الفن والثقافة في تعزيز الهوية الوطنية داخل الدولة المصرية وداخل الفرق. كمان النهارده ابتدانا بقى مسرحية التلفزيون، خلاص ابتدت النهارده العرض الأول ومستمر معانا لمدة ثلاث أيام متتالية. مسرحية التلفزيون من بطولة النجم الكبير حسن الرداد والنجمة سمير إيمي سمير غانم، وأبداً بإضافة إلى الأبطال المصريين الفنانين المصريين أمثال سليمان عيد وبدرية طلبة وأسس عدد كبير من الفنانين المصريين مشاركين في هذه المسرحية الكبيرة اللي بدأت النهارده، ويمكن تذاكرها نفذت بشكل كامل. يعني من الممكن احنا نقول بقى إن مسرحية التلفزيون كاملة العدد بشكل كامل، كل الناس بدأت بقى تدخل المسرحية عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل ويشوفوا الأداء الرائع للفنانين المصريين الكبار. عايز أقول إن المسرحية بتدور في إطار كوميدي حول شخصيتين، شخصية حفظي وبيمثل هذه الشخصية طبعا حسن الرداد، وشخصية الشخصية الثانية شخصية إيمي سمير غانم، وهما الاثنين متزوجين في المسرحية أيضا، وبيجي لهم بابا نويل وبيقدم لهم كل الأمنيات اللي بيطلبوها، وفي إطار هذه الأمنيات
من ضمن اطار هذه الامنيات يعني مسلسل او تلفزيون عباره عن تلفزيون سحري بيبدا بحسن رداد وإيمن سمير غانم يدخلوا جوه هذا التلفزيون ويتنقلوا ما بين قنواته في اطار من الكوميديا الجميله. وبالمناسبه هذه المسرحيه بتاتي في اطار التعاون الوثيق والبناء ما بين الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه وما بين موسم الرياض والهيئه العامه للترفيه. حاجات كتير وتفاصيل كتير لسه موجوده معانا في مهرجان العالمين سواء فيما يخص الانشطه الثقافيه.